بما اننا بنتكلم على المحافظات، خلونا نعرف اهم درجات الحراره بقى وتفاصيل درجات الحراره في محافظات الجمهوريه المختلفه من خلال لميا. اتفضلي يا لميا. بصبح عليكم مرة تانية، وخلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة جدا أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي كمان فرص لأمطار خفيفة في سلوم ومطروح. بالليل هيكون الجو فيه شوية نشاط للرياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مطروح 28 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.